المكالمات الهاتفية أحدثت ب يعني هذا المنصب اللي هو جديد اللي يسمى قاعدة القيادة والتنسيق والتي قامت مقام قاعدة المواصلات في فعاليات المجتمع إشراك فعاليات أشراف المواطنين بشكل عام في الشأن الأمني في حل المشاكل الأمنية في التصدي للجريمة وكذلك ولما لا الحد من التوجه إلى ارتكاب الجرائم أو مواجهة الجريمة قبل حدوثها من خلال التجارب التي نسقط عليكم والتي سيكون لنا فرصة لاستعراضها من خلال تجربة فرق تحسيس الوسط المدرسي وذلك لما أهمية هذه الفرق من يعني من في إطار هذه الندوة التي عقدناها اليوم تحت شعار الشرطة المواطنة فإننا أكدنا على مختلف مرتكزات التي تقوم عليها الأداء ديال المرفق الأمني المتجلي في القرب من المواطن في ربط علاقات الشراكة في الاتصال المتواصل مع مختلف مكونات المجتمع المحلي وأيضا في تدبير الخلافات لنسج علاقات الثقة بين المديرية العامة المواطنية من خلال مصالحها المركزة والمتجلية في مختلف المصالح المتواجدة بالأحياء والدوريات المتواجدة بالشارع العام وأيضا لتقريب الخدمات الأمنية بالسرعة وبالجودة المطلوبة ضمانا وتلبية للطلب الأمني المتزايد للمواطن في أداء خدمة أمنية بمستوى جيد وأيضا لتحقيقا للفعالية التي ترتئيها طبعا المديرية العامة للأمن الوطني في إطار التقييم والتتبع للأداء الأمني وأيضا في إطار يعني استمرارية المرفق الأمني في أداء الخدمات بجودة عالية تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية في الرفع من المردودية والمستوى ديال المرفق الأمني وأيضا تحقيقا للتخليق ديال تخليق المرفق الأمني بما يسمو إليه تطحال وما ينتظره المواطن في تطلعاته وفي انتظاراته اليومية وهذا بطبع الحال في إطار الانسجام مع المبادئ التي تحكم المرافق العامة اللي هي مبادئ المساواة ديال المواطن في الاستفادة من الخدمات المرفق الأمني أيضا استمرارية الخدمات الأمنية بصفة متواصلة باعتبار أن الأمر يتعلق بحق من حقوق الإنسان اللي هو الحق في الأمن الذي أكد عليه دستور المملكة ورسخته مختلف القوانين وفي إطار روح المسؤولية والشفافية والنزاهة التي كانت هي السبيل لتحقيق يعني الهدف اللي هو الشرطة المواطنة شرطة قريبة وعنوانها خدمة المواطن. كان كلمسوا هذه السنوات الأخيرة أن الأمن الوطني داخل المؤسسات التعليمية أصبح يقوم بأدوار تحسيسية هامة ومركزة جدا في مجموعة من المؤسسات التعليمية لفائدة الشباب والشابات وهذا التحسيس يشمل الجريمة الإلكترونية المخدرات التحرش الجنسي العنف المدرسي جميع الأشياء التي تضر بشبابنا وبناتنا داخل المدرسة المغربية إذن الأمن الوطني بصفة رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعية أباء أولياء التلاميذ بالمغرب بالنيابة كذلك أود أن أشكر الإدارة العامة للأمن الوطني على المجهود الجبار اللي كتقوم به داخل المؤسسات التعليمية للتحسيس وفي جنبات المؤسسات التعليمية من خلال الخلايا الأخرى التي تقوم بحماية أبنائنا وبناتنا في محيط المؤسسات التعليمية.